يتعاطف ويتضامن ضمن السودان وبحكم في علاقاتنا الواجب هو قدم الصلاة والسلام على سيدنا محمد في سنة 12 فبراير. أجرينا مباحثات بدأها مع فخامة الرئيس عمر البشير، حيث عرضنا تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وأوضحنا خلال المحادثات التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وسبل حل الأزمة الراهنة التي تعتمد على تحقيق مصالحة وطنية تنهي حالة الانقسام وتوحد مؤسسات الدولة وتصل بنا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية. تطرق حديثنا إلى أهمية العمل على تأمين الحدود المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الأمنية بالخصوص. نحن نتأثر بصورة مباشرة كسودان بما يدور في الساحة الليبية من عدم الأمن والاستقرار. الأمر اللي حقيقة نحن بالنسبة لدينا تكلفة عالية سواء في مكافحة الهجرة غير الشرعية أو الإتجار بالبشر أو الجريمة العابرة.